مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم ترويقه جدا سهله وسريعه. عنا ملعقه زبده صغيره، قطعتين جبنه، 3 بيضات، بقدونس للزينه، ملح، فلفل اسود، الملح والفلفل حسب الرغبه. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. بحط الزبده بالمقلاي وبحطن على الغاز، ذوب الزبدة بس دابت الزبدة بهيدا الشكل. هلأ بحط البيض. بسم الله. بنحركهم مع بعض. هلا بحط الجبنة كمان. بسم الله. البهارات والملح كمان بحرك منيح مع بعض. بس خلطتهم منيح مع بعض واستوى البيض، هلا صاروا جاهزين للتقديم. بسم الله. بحطهم بالصحن. بنزينهم برشة صغيرة بقدونس حسب الرغبة أكيد بهيدا الشكل. هيدي الوجبة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.